أميرة على التليفون، أول تليفون معانا النهاردة. إزيك يا أميرة؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي قولي حلمك. عندي رؤيتين، بنتي ركبت طيارة هي وشخص متقدم لخطبتها تعرفوا في الواقع اسمه عمر، وراحوا لبنان وقابلوا هناك شخص يعرفوه برضه في الواقع ظالمهم ومعطل خطوبتهم، وبنتي قاعدة بتتعاتب معاه. تمام، دي رؤية الأولانية. بصي بقى، هو ركوب الطيارة دي انتقال من حال لحال، بس حتة العتاب دي من الحاجات النفسية اللي هي شايلاها للشخص ده. كون ان انت تشوفي حد بتلوميه او بتعاتبيه هو سبب اصلا في وقف حالك، فده انت لسان حالك او ضميرك اللي هو بيكلمه، يعني ليه بتعمل فينا كده، ليه مش عارف ايه. فهو ده حلم نفسي، بس النقلة الطيران دي سرعة في النقلة، يعني ان شاء الله امورها هتمشي بسرعة بإذن الله.